بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبفضل الله يا جماعة هنبدأ مع بعض كورس مفصل ومخصص للكريستال ريبورت، تمام؟ فطبعا في البداية عايز أقول لكم على حاجة. طبعا اللي هيكون داخل على هذا الكورس لازم يكون متأسس في لغة السي شارب كويس، يعني ذاكر أساسيات سي شارب كويس جدا، ولازم يكون ذاكر اساسيات سي شارب اوبجكت اورينتد بروجرامنج، تمام؟ وكمان لازم يكون ذاكر اساسيات قواعد البيانات، وكل ده واكتر احنا شرحناه، تمام؟ كل ده واكتر شرحناه. ولازم كمان يكون ذاكر الجزء بتاع الفورمز بارت بتاع السي شارب، اللي هو الشاشات وادوات الشاشات والكلام ده، والربط داتابيز مع الشاشات، وكل ده شرحناه بفضل الله في مواضع كتير جدا. احدث حاجة كان كورس السي شارب الموجود على القناة، واللي فصلنا فيه كتير بفضل الله، واي حد منكم حابب يرجع ليه هو موجود بفضل الله. خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية البلاي ليست اللي كنا عملناها قبل كده عن كورس ربط الماي سيكوال مع السي شارب، يا ريت ترجعوا لها، لان برضو دي فيها شرح مكثف، بس بعد ما تتأسس في التأسيس اللي انا قلت عليه. طيب، في البداية يا جماعة أنا هفتح برنامج فيجوال ستوديو 2015، تمام؟ وهعمل كنترول مع شيفت مع ان لنيو بروجكت، وهختار اللغة فيجوال سي شارب، وهعمل بروجكت عادي خالص، أي اسم مش مشكلة. أوكي، خلاص. وهنبص مع بعض كده. دي الشاشة، صح؟ ماشي. هنا في التول بوكس هتلاقي أدوات، دي الأول، اقفل الأول. في ايه؟ كومن، اقفل الكومن. شايف كل الحاجات دي اهي، شايفها؟ في عندك برينتنج، دايالوجز، ريبورتنج. ريبورتنج دي فيجوال ستوديو 2015 لما انت بتسطبه، اللي هو الكوميونتي، نسخه الكوميونتي اللي احنا شرحنا ازاي بتنزلها وازاي بتسطبها، وسايب لكم كمان الرابط بتاعها في شرح السي شارب، تمام؟ بنوريكم في اثناء الكورس ازاي بننزل الريبورت فيور ده. الريبورت فيور ده انا مش هستخدمه دلوقتي، لا، ده انا استخدمته خلاص وشرحته، ومفيش مانع ان انت تذاكره من الكورسات اللي احنا عملناها قبل كده. المهم، هنا زي ما انت ما ملاحظ معايا، مفيش حاجه ليها علاقه بالكريستال ريبورت خالص، ماشي؟ جوه الفيجوال ستوديو اهو هكتب ايه؟ كري، مفيش خالص، مفيش اي حاجه ليها علاقه بالكريستال ريبورت. حتى لو كتبت كلمه ريبورت هيجيب لك الريبورت فيور، فاهم ازاي؟ يعني عملت لك سيرش ووريتك قبل السيرش، وريتك كل حاجه، مفيش حاجه ليها علاقه بايه؟ بالكريستال ريبورت. يبقى احنا في البدايه كده، اقفل بقى كل الكلام ده، في البدايه كده عايزين نعمل داونلود لادوات الكريستال ريبورت. وتركز معايا بقى، انا هدخل على الانترنت وهكتب سيرش في جوجل، انا عايز اعمل داونلود للايه؟ للكريستال ريبورت فور فيجوال ستوديو 2015، ودوس، ماشي؟ وشوف اي موقع من المواقع اللي هتخدمك في انك تحمله وادخل عليها. ولنفترض مثلا الموقع ده فتحناه اهو في نيو تاب، خلاص. الموقع ده جايب لك شويه حاجات اهو بيكلمك عليها، اهو بيقول لك هنا دي ايه الاصدارات اهي، ماشي؟ ده احدث اصدار اهو، اللي هو سيرفس باك 24، ماشي؟ خد بالك بقى، ركز معايا، الديفلوبر اديشن دي اللي هي دي، هي دي النسخه اللي انت بتنزلها علشان تظبط لك ادواتك كديفلوبر، تلاقيها بقى الكريستال ريبورت في الفيجوال ستوديو، وتنزل وتظبط وتكبر وتصغر وتعرض والكلام ده كله، ماشي؟ دي مهمه ليك انت، ده لازم، خلاص. فانت هتعمل لدي داونلود. انا عملت لها داونلود وهي موجوده عندي هنا اهي، هي دي، خلاص. انا عملت لها داونلود، هي مساحتها 300 ميجا وشويه، ماشي؟ خلاص، يبقى انت هتعمل لها داونلود، ده ليك انت كديفلوبر. طيب، انت دلوقتي هتشتغل بالنسخة دي كديفلوبر، لما هتيجي تعمل البرنامج بتاعك وتشغله عند العميل هتنزلها له؟ لا، تنزل له النسخة الران تايم، مساحتها اقل بكتير من الديفلوبر، ومخصصة في ان هي تعرض له التقرير بس. هو محتاج ايه؟ ان البرنامج بتاعك الاي اكس اي اللي انت هتديه له وهو شغال يعرض له التقرير. لو هو عنده جهازه
32 بت هتنزله 32 بت، لو منزل ويندوز على جهاز 64 بت هتنزله 64 بت، هتخليهم الاثنين معاك، هتنزل الران تايم الاثنين دول لمين؟ للعميل يا باشا، ركز معايا الله يبارك لك، دي اللي احنا هنسطبها دلوقتي خلاص، اما دول لما تيجي تشغل برنامجك عند مين؟ عند العميل، خلاص كده؟ طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هسطب النسخه اللي انا نزلتها اللي هي ايه؟ اللي هي النسخه دي احدث نسخه اللي هي ايه؟ سيرفس باك 24. وخد بالك قبل ما انزلها قال لك ايه؟ دي شغاله على فيجوال ستوديو 2017 و2015 و2013 و2012 و2010 كمان. خلاص انا يهمني ايه؟ يهمني انها شغاله على 2015. ماشي؟ تعالى بقى ايه؟ نعمل لها سيت اب كده، دبل كليك عليها. اوكي. بيبدا يعمل اكستراكتنج، خلاص عمل اكستراكتنج تمام، وادي ايه اوكي انجليش ماشي، يبدا يسطب اوكي ننتظره ماشي، ادي ايه نيكست اوكي موافق على الشروط، وادي ايه نيكست، وادي ايه نيكست، هيبدا يعمل ايه عمليه سيت اب اهو، شغال هو كده في عمليه الايه السيت اب تمام. خلاص خد بالك هو الموضوع ده مهم جدا انك انت تعمله وانك انت تفهمه، ومهم جدا برضو انك تتفهم كويس جدا اللي انا قلته من شوية اللي هو فيما يخص الديفلوبر اللي هو حضرتك، وفيما يخص العميل اللي سيادتك هتنزله ملف الـ EXE. العميل اللي انت تنزله ملف الـ EXE انت غير مطالب ان انت تنزله الديفلوبر اللي احنا بنزله دلوقتي، لا مطالب انك انت تنزله الران تايم فقط. الران تايم لما تيجي تسطبه مش هياخد وقت خالص ولا حجمه كبير ولا اي حاجه، وتراعي ان العميل لو نسخه ويندوز بتاعته 32 تنزله ال 32 ران تايم، ولو النسخه بتاعته 64 تنزله 64 ران تايم، وتبدا تظبط من هذا القبيل. طبعا ده ديفلوبر ليك انت، ده اساسي عشان تقدر ان انت تصمم بيه وتشتغل بيه وتنشئ بيه التقارير بتاعتك. طبعا التقارير يعني من اهم الحاجات اللي ممكن تحتاجها في التطبيقات بتاعتك، لان التقارير تعتبر ثمرة الشغل بتاعتك، هي الناتج النهائي، هي المحصلة. فالتقارير من الحاجات المهمة جدا اللي انت بتحتاجها، فعلشان كده نخصص الكريستال ريبورت ونبدأ ان احنا نظبط معاه ونفهمه ونشتغل بأدواته ونربط ما بينه وما بين الداتابيز علشان نعرض التقارير بتاعتنا ونبدأ نتفهمه بأسلوب مفصل بفضل الله. فعلشان كده طلبت من حضراتكم انكم تكونوا قبل ما تدخلوا هذه الدورة تكونوا ذاكرتوا كويس الاساسيات بتاع السي شارب زي ما قلت لكم في اول الدرس، فياريت الناس تراعي هذا الكلام. طبعا انت بتنتظر الكريستال ريبورت لما ينتهي من السيت اب تماما اهو، خدت بالك؟ مالكش دعوه باللي هو كاتبه لك، خلاص انتظره لغايه اما يخلص. انا كده منتظره معاك اهو. طبعا هياخد وقت في الداونلود بتاعه على حسب سرعه الانترنت اللي عندك، لو الانترنت عندك سريع هينزل بسرعه، لو الانترنت عندك بطيء هنزل على حسب سرعتك. عشان كده احنا بنعمل داونلود للحاجات دي قبل ما بنسجل علشان ما تاخدش وقت معانا اثناء التسجيل تبقى موجوده معانا. هو كده خلص اهو، خلاص بيقول لك يس انستول، هو عارف يعني ان انا الويندوز اللي عندي دون 64 بت، فبيقول لك ايه رايك يس انستول 64 بت ران تايم، قلت له ماشي مفيش مشكله فينش، ينزله لك يعني على الماشي. ما اصلك الران تايم ده علشان انت تشغله على الجهاز، خد بالك، عشان كده طلب مني ان هو ايه ينزله وهو مدمج. السورس اللي هو الديفلوبر ده بيبقى مدمج معاه الران تايم، لكن انت لما تاني هكررها لك تاني، انت لما هتشغل برنامجك عند العميل هتداونلود الران تايم بس، وهتسطب عند العميل الران تايم بس. واضح كلامي؟ عشان تبقى ايه كل حاجه واضحه قدامكم. خلاص في الاخر خالص اهو طلب مني وسطبه كل حاجه تمام، خلاص هو كده خلص، انا دوست فينش ماشي. تعالى بقى نفتح
الفيجوال ستوديو 2015 ونعمل بروجكت جديد سي شارب ويندوز فورمز ابلكيشن باي اسم وادي اوكي. ماشي كده تمام. دي الفورم اللي عندي اهي. روح على التول بوكس. اوكي ماشي خلاص ماشي. روح على التول بوكس. ماشي استنى بقى هو ايه عشان لسه اول فتحه ليه فبيحمل. انتظروا بص انا بلمس الايكونز عشان اعرف هو خلص ولا لا. خد بالك بص شايف لسه هو دلوقتي بيظبط الحاجات بتاعته. خد بالك بص انا بلمس القوائم اهي ما بتتفعلش معايا فتعرف ان هو بيحمل فتصبر عليه بقى. خلاص بلاش الصربعه بتاعتنا دي اهو. انتظر واصبر. خلاص هو بيحمل الحاجة بتاعته تقريبا دلوقتي واحنا منتظرينه. اوكي خلاص كده. طيب روح بقى التول بوكس انزل لي تحت كده. شفت بقى كريستال ريبورت فيور. انا عشان كده تعمدت ان انا افتح الفيجوال ستوديو قبل ما اعمل اي حاجه علشان كل حاجه تبقى واضحه ليك. اهو نزل لك حاجتين، نزل لك كريستال ريبورت فيور ونزل لك كريستال ريبورت دوكيمنت. دي الحاجات الايه اللي نزلها. وطبعا الادوات بقى والشغل بتاعه والكلام ده كله كل ده ايه لسه احنا هنبدا نتعرف عليه، يعني هنبدا نشوف ايه نظامه ونشتغل بيه ازاي والكلام ده كله. فانت هنا خد بالك ان هو نزل لك الادوات بتاعته. احنا كده جاهزين ان احنا نشتغل بالكريستال ريبورت. استنى استنى رايح فين؟ ويت انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان. ربنا يكرمك بفضل الله.